تقول عن نفسها: أنا امرأة أمتلك قدرا من المال الحرام، والآن التزمت بدين الله، لكن أسأل هل يجوز لي الاتجار بذلك المال واستخدامه في مصالح الزراعة؟ جزاكم الله خيرا. المال الحرام لا يجوز الاتجار به، ولا يجوز تملكه، ولا يجوز الانتفاع به، لأنه حرام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك. فلا يجوز تملك الحرام ولا الانتفاع به. ومن تاب إلى الله وعنده مال حرام فإنه يتخلص منه، بمعنى أن يضعه في مشروع من المشاريع العامة، أو يعطيه لفقراء محتاجين من باب التخلص لا من باب التصدق، وإنما هو من باب التخلص من هذا المال الحرام. نعم.